وللوقوف على تصاعد النزاعات العشائرية في ظل الأزمة السياسية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام. حياكم الله. مقتل شخص إذن وإصابة آخر في نزاع مسلح اندلع بمحافظة النجف ونزاع آخر في ذي قار، إلى أي مدى يتحمل نظام المحاصصة وضعف القانون وانفلات السلاح بهذا الشكل مسؤولية ما يجري مؤخرا من حالات قتل كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد وبدون شك تتحمل الحكومات المتعاقبة والسلطة الحالية المسؤولية الكاملة في الفشل في إنهاء هذه النزاعات والخلافات عند اندلاعها بين العشائر العراقية. والسبب الحقيقة هنا عدة أسباب، لكن السبب الأول هو لأن السلطة في العراق لا ترتقي للمسؤولية الوطنية الحقة في جمع السلاح المنفلت من المدن العراقية، وخاصة من هذه الميليشيات الولائية الإجرامية التي تنفذ جرائمها بحق المواطن الأبرياء وعدم محاسبة هذه الميليشيات. الحقيقة غياب السلطة في الدولة وضعف القضاء العراقي بسبب الفساد وتأثير الأحزاب الولائية على قراراته، وراء عدم وجود قدرة لدى الأجهزة الأمنية والسلطة على السيطرة على مثل هذه النزاعات والخلافات العشائرية، وكذلك الأحزاب الولائية وميليشياتها التي تقف خلف هذه الصراعات العشائرية دائما بغية مصالح شخصية تهم هذه الأحزاب، بحيث تقوم بنشر الفوضى وتسعى إلى عدم الاستقرار في المنطقة. وهذه النزاعات بكل تأكيد وفرت جو آمن لهذه العصابات الإجرامية الميليشياوية لارتكاب جرائمها من جرائم السلب والمساومة وتصفية خصومهم. وكذلك لا ننسى أن هناك دور كبير لإيران، لا ننسى دور إيران في هذه الخلافات والتصعيد لها من قبل ميليشياتها، وما تبغيه إيران حقيقة أن تلعب دور كبير لإضعاف دور هذه العشائر العربية الأصيلة في السيطرة على ما يتعرض له الأمن والاستقرار في مناطقهم ومن فوضى. نعم. طيب، من ناحية أخرى نحن نتحدث عن أسلحة متوسطة وأحيانا ثقيلة، وهناك يعني على ما يبدو غاية من تورط الميليشيات في إيصال السلاح إلى يد العشائر من أجل احتدام هذا الصراع وسيطرة هذه الميليشيات على الأمور، كيف تنظر إلى هذا الدور؟ نعلم جميعا، نحن نعلم جميعا أن العشائر العراقية وخاصة في جنوب العراق ووسطه كان لديه دور كبير في حفظ الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في مدنهم وعشائرهم، وهذا العمل الحقيقة لا يفرح إيران وعملاء إيران، فعملت على دفع ميليشياتها إلى خرق هذه العشائر وزرع الفتنة والاقتتال فيما بينها أو ما بين العشيرة الواحدة. هناك اقتتال بسبب زرع الفتنة التي تسعى إلى هذا، فقامت بتسليح أبناء العشائر. مع الأسف الكبير أبناء عشائر، قسم من أبناء العشائر اصطفوا مع هذه الميليشيات من أجل مصالح شخصية ضيقة. نعم. الحقيقة المراد من هذا العمل هو إبعاد العشائر العربية الأصيلة من دورها في المشهد العراقي، هاي ناحية، وإضعافها وكذلك توفير جو آمن للميليشيات الإجرامية الولائية في ارتكاب جرائمها وتصفية حسابتها مع خصومها، هاي الثانية، وإضعاف دور العشائر العربية الأصيلة الحقيقة من قبل إيران ولتسعى له إيران في قيادة عشائر باتجاه الأمن والاستقرار والالتزام بالعادات والتقاليد والصناعي العشائرية. هذا الموضوع تسعى إيران وميليشياتها إلى إبعاد هذه العشائر العراقية الأصيلة من دورها في هذا، ولهذا يعني تورط الميليشيات في إيصال السلاح إلى أيدي أبناء العشائر مع الأسف. نعم. هناك ارتباط بين أجندات الأحزاب مع بعض العشائر، إلى أي مدى يزيد من مؤشرات استفحال أو يزيد استفحال هذه الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع في محافظات البلاد؟ نعلم جميعا جيدا، نعلم أن الأحزاب الولائية وميليشياتها استطاعت أن تجند أو تسحب إلى صفها بعض ما يسمون أنفسهم بالشيوخ، وحقيقة هذا التصرف جاء بعد رفض شيوخ العشائر العامين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة لحماية أبنائهم وعشائرهم من أي تصرف من التعامل مع الأحزاب أو الدخول في الميليشيات.
الحقيقة العشائر شيوخ العشائر الأسراء رفضوا التعامل مع الأحزاب الولائية وميليشياتها، ولهذا عملوا هذه الأحزاب إلى خلق شيوخ عشائر آخرين تعمل معهم، وأن هذه الصراعات والقتل بين العشائر حتى هي ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي العشائري. وأنا أعتقد أن هذه الظاهرة الغير صحية التي أصابت المجتمع العشائري في العراق سوف تقل شيئا فشيئا مع مرور الزمن بعد كشف دور الميليشيات الولائية الذي يخدم المشروع الإيراني التخريبي في العراق وفي المنطقة. هذه ناحية، وكذلك كشف دور شيوخ العشائر الذين استطاعوا الميليشيات وإيران تجنيدهم، هذا نسميهم شيوخ الصدفة في هذا الوقت للعمل لصالحها، هذا سيكشف أمرهم إلى أبناء العشائر الذين يعملون مع الميليشيات، وحقيقة سوف يؤدي هذا المشروع إلى فشل إن شاء الله. نعم، إلى أي مدى ترى أن الأزمة السياسية التي يعيشها العراق يمكن أن تكون دافعا لمزيد من النزاعات العشائرية في ظل عدم الاستقرار الأمني في البلاد؟ نعم، ما زال هناك سلاح منفلت تستخدمه الميليشيات الولائية والأحزاب العميدة في جرائمها وتصفية حساباتها مع الخصوم بدون متابعة وبدون محاسبة والإفلات من العقاب لابد من قبل السلطة ومن القضاء مع فقدان هيبة الدولة والقضاء المسيس. تترك الميليشيات، وعلى سبيل المثال عندما تستعرض الميليشيات الإجرامية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فضلا عن وجود مخازن للسلاح معلومة لدى السلطة الحالية ومعلومة لدى القضاء، هناك أسلحة مخازن معلومة وهناك مناطق في بغداد وفي جنوب بغداد الآن تستخدم قاعدات حقيقة قاعدة للحرس الثوري الإيراني. هذه كلها ماكو هناك لا حساب من السلطة ولا من القضاء الحقيقة، وعدم متابعة وسيطرة الميليشيات على الأجهزة الأمنية، وكذلك سيطرة الأجهزة الأمنية الميليشيات على الأجهزة الأمنية، فإن النزاعات سوف تستمر والجرائم سوف تتصاعد وستتنفذ على المواطنين الأبرياء وتحت رعاية حكومية واضحة وعملية سياسية فاشلة دمرت العباد والبلاد. أشكرك جزيلا الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم.